والورد والياسمين على احلى فانز موجود معانا فطرنا النهارده مع ميرو. تنسوش بصمتكم واحلى اشتراك، وانتظروها في قناتها الجديده مع احلى اخوات. لا انا ده كمان لسه هعمل لهم حاجات ايه تقربي مختلفه خالص. طبعا هنلفوا لفه سريعه بقى في بيتنا الجميل مع كلمتين كده حلوين. صلوا كده على النبي، نبتدوا بقى يومنا الجميل. رصوا معانا الغسيل، بصوا بقى غسلنا عشان نفرقكم بقى بعد كده على حك المدارس الجديد والمختلف والمتميز. اللي عايز اسعار الشنط مش قادره اقول لكم، نار 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 نار. لا لا، امال لو شورنا بقى لسه. نزلنا جبنا شوية حاجات كده، مش كل الحاجة في الملتزمات بتاعة المدرسة. الشنط غالية جدا، والحاجة اللانش بوكس لوحده، لانش بوكس ايه، لا المقلمة لوحدها 80 جنيه واقل، يعني اقل مقلمة ممكن ان احنا نشتريها يعني على ذوقنا احنا او بالنسبة لنا، طبعا كل واحد ومقدرته. مش هن... ما الحاجة اسعارها، لا لا بجد ربنا يرحمنا ويرحمكم يا رب. كمان بقى اللي عنده واحد واتنين وتلاتة الموضوع بيبقى صعب، غير طبعا اللي حد عنده حد واحد او طفل يعني واحد، ربنا يخليه له يا رب. نزلنا طبعا المنشية، طبعا عارفين الزنقة، كمال سعد طبعا معروف بتاع الورق والشنط ملتزمات المدارس. نزلنا اتفرجنا ولفينا وتهدحنا يومين ورا بعض. فرقكم الحاجة، كنا جايبين حاجات ما عرفناش طبعا نصورها، عشان لما بعد ما جينا البيت وخدنا رأي بعضينا وكده كانت الحاجة صغيرة، الشنط صغيرة بالنسبة لكتب المدرسة وكده، بياخدوا كتب بطريقة فظيعة ما عرفش، وابتدائي يعني، فاضطرينا ان احنا نرجعها واشترينا غيرها. بس نكملوها كده ان شاء الله على خير. خلص كده مع ميرو لفتنا الحلوة في البيت. نكمل مع بعض. انا معدتي تعبتني من النار اللي كل يوم تاكلولي البتنجان الدقه الشطه، مش قادره اقول لكم. نشوف بس الارنب بيستوي ولا لا. هو الارنب بتاعنا، بس احنا عندنا هنا كل واحد وليه اكله. بصوا عاملاه على نار هاديه. بصوا النار هاديه ازاي عشان يستوي براحته مع نفسه. دول الارنب نبدأ الايمي يا جماعة ليا عشان معدتي تعباني جدا جدا. تسلم ايدك يا ميرو، الشيف بتاعنا. Mm-hmm.
له شمعة فلة منورة. عشان بس واحد طوار. سلامتك ألف سلامة. نكمل بقى بقيت يومنا ويومياتنا الجميلة مع أكلتنا الخفيفة النهاردة كيسوش البصمة. واللي لسه مشتركش معانا يشترك. كرومب لابسين واحد كرومب اجنبي. المشطشطة بتاعت ميرو. تنسوش احلى بصمة دعمكم، والانساب عليه حاجات مختلفة جدا وحصري. هستنيكم طبعا تنوروني بصمتكم. طماطم بحبها كمان اصلا. اللي عنده قولون ان عنده زيت. Thank you.
احلى طبق سلطه، نكمل بيه احلى اكله معانا النهارده. ده الكرنب طبعا كلكم عارفينه الاجنبي. تنسوش بصمتكم الحلوه عشان في منه بيبقى كبير، مقطع كده صغير. بس التانية طبق السلطة بتاعنا طبعا متكامل فوائده. طيب اتفضلوا معانا بالهنا والشفا عليكم، متنسوش بصمتكم، شير معانا للفيديو ودعمكم بالانتساب والاشتراك معانا في القناة.